خاصيات الأملاح، هناك لدي نوعان من الخاصيات، أملاح ذوابة وأملاح قليلة الذوبان. إذا الأملاح الذوابة هي النترات NO3 سالب، والخلات CH3 COO سالب. طبعا النترات هي جزيء النترات، وأيضا الخلات جزيء الخلات CH3 COO سالب، والكلور سي السالب، والكبريتات جزيء الكبريتات SO4 ناقص 2 هي أملاح ذوابة. ولكن ما عدا الأملاح، إذا ما عدا ملح كلوريد الفضة RgCl، وكلوريد النحاس CuCl، وكلوريد الرصاص BbCl2، وكلوريد الزئبق HgCl، وكبريتات الباريوم BrCO4، وكبريتات الكالسيوم CaSO4، وكبريتات الرصاص. إذن هذه الأملاح غير ذوابة، فتكون عند نتيجة بعد التفاعل تشكل هذه الصيغ السبع رواسب. إذا لنحفظ هذه السبع رواسب، هذه رواسب بنحفظها. هذه الرواسب تساعدنا في عند التفاعلات الكيميائية، التبادل الثنائي. إذا ما كيف نميز هذا؟ إذا حفظنا هذه الصيغ الكيميائية، أي الرواسب، أي الأملاح تشكل رواسب، فإذا حفظناها فهذه لا تشكل الصيغة الأيونية الكيميائية لهذه الأملاح. RgCl مثلا كلوريد الفضة، هذا الراسب لا يكتب على الصيغة الأيونية، أي لا يكتب Rg موجب Cl سالب، ولكن يبقى على ما هو RgCl، يبقى بما هو مركب بدون أيونات، بدون أي رمز أيوني. هذه المركبات السبعة أو الرواسب السبعة أو الصيغ الكيميائية السبعة، هذه نحفظ لكي لا نخربط في كتابة عند إتمام المعادلة، أو عندما يكون هناك سؤال أكتب الصيغة الكيميائية لهذا المركب، مثلا كلوريد الفضة، اكتب كلوريد الفضة صيغة كيميائية، نكتبها RgCl. ولكن إذا حدد لدينا بالصيغة الأيونية لا تكتب، لا تكتب الصيغة الأيونية لهذا المركب لأنه راسب. إذن الصيغ الأيونية أو الرموز الأيونية لا تكتب على الرواسب وعلى الماء والغاز وأكاسيد المعادن والعناصر الحرة والأكاسيد المعادن، هذه لا تكتب عليها الرموز الأيونية. إذن وأيضا ننتقل إلى الأملاح قليلة الذوبان، وهي جزيء الكربون CO3 ناقص 2، وأيضا الفوسفور BO3 ناقص 3، ما عدا Na موجب صوديوم، والبوتاسيوم K موجب، والنشادر NH4 موجب، أيضا هنا موجب. إذن هذه تكون ذوابة، ما عدا جزيء CO3 ناقص 2 وBO3 ناقص 3، هذه تكون قليلة الذوبان.